بسم الله الرحمن الرحيم. أخي الحبيب، هذا المشهد من ورائي هو الخلايا العصبية في دماغك. هل تعلم هذا الدماغ الذي سخره الله تعالى لك، هل تعلم كم خلية يحوي؟ أكثر من 100 مليون خلية. تصور، في هذا الحيز الضيق جدا فيه 100 مليون خلية. كل هذه الخلايا مسخرة لكي تخدمك أيها الإنسان، لخدمتك. خلايا مسؤولة عن الخوف، رد فعل، إذا وضعت يدك على شيء حامي لكي لا تحترق هناك ردود أفعال الدماغ يقوم بها، هذه الخلايا مسؤولة عنها. إذا كنت مثلا مكتئب، هذه الدماغ أو هذه الخلايا الموجودة في الدماغ تفرز مواد مخدرة مسكنة، هرمونات، مجموعة من الهرمونات اللي تريحك، تشعرك بالاستقرار والهدوء. هذا الدماغ فيه مركز للقيادة هنا الناصية. مليارات الخلايا متركزة هنا أيها الأحبة لكي تتخذ القرار السليم، لكي لا تخطئ. إذا كنت تقود سيارة أو تمشي في شارع، لكي لا تقع وتسقط. التوازن هنا أيها الأحبة. ألا يستحق هذا الشيء الذي منحه الله إيانا أن نشكر هذه النعمة؟ ألا نتذكر قول الحق تبارك وتعالى: وفي أنفسكم أفلا تبصرون؟ لذلك أحبتي في الله أختم بآية كريمة، الله تعالى يقول فيها: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الله لغفور رحيم. والحمد لله رب العالمين.